مساء الخير على أهل مصر، مساء الخير عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من اختار صح. زي كل حلقة حابة أبدأ حلقتي معاكم النهاردة بمعلومة أو نصيحة جديدة تفيدكم. النهاردة هكلمكم عن إزاي تشتري شقة وإيه هي الحالات شراء الشقق وتعمل إيه وإنت بتشتري شقة. بيع وشراء العقارات في مصر بقى ليه طبيعة خاصة ومعاملة قانونية خاصة، وهم ثلاث حالات بس مفيش غيرهم وحالات مختلفة. الحالة الأولى إن العقار بيكون مرخص، يعني صاحب العقار معاه تراخيص من الحي بالبنى، وكمان بنشوف إذا كان في مشاكل على العقار بالنسبة للحي، يعني في مخالفات أو محاضر من الحي، وطبعاً في حالة التأكد من سلامة التراخيص وموقف العقار ده بيكون حاجة مهمة جداً. تاني خطوة وهي هل العقار مسجل أو لأ؟ إذا كان العقار مسجل بنستخرج صورة من العقد المشهر للتأكد من تسلسل ملكية العقار وهل في رهن أو حجز على العقار ده أو لأ. كده اتأكدنا من سلامة موقف العقار من الناحية القانونية، يبقى فاضل معرفة الالتزامات المالية على العقار زي التأكد من سداد فواتير الكهرباء والمية والضرائب العقارية. في ناس بتستهين جدا بموضوع الفواتير دي، لكن ممكن نكتشف ان الفواتير دي زيادة عن 10,000 جنيه، ودي في حد ذاتها بتبقى مشكلة. اما الحالة التانية وهي ان بيكون البناء فيها بدون تراخيص، في مناطق وساعات مدن كاملة كمان بيتم فيها البناء من غير تراخيص، ده كتير جدا في الريف وفي احياء في بعض المدن. وفي الحالة دي بيكون في مشاكل لأننا ما بيكونش عارفين مين المالك الحقيقي للعقار لغياب الأوراق الرسمية وغياب الرقابة، وللأسف بيبقى في صعوبة كبيرة جدا في الحفاظ على الحقوق، لكن هنحاول نحط بعض الشروط مع بعض للتأكد من سلامة عملية البيع والشراء. أولا، ما تتعاملش على أي عقار لسه ما اكتملش بنائه. تاني حاجة، ما تعتمدش على علاقاتك ومعارفك، لأن في الغالب البايع عليه أحكام أكتر مما تتخيل، وفي المناطق دي إيد الدولة ما بتوصلش. تالت حاجة، ما تدفعش أي فلوس إلا لما تستلم شقتك أو العقار اللي أنت بتشتريه. أما بقى رابع حاجة وأهم حاجة، الحيازة. قبل ما تتعامل على أي شقة اتأكد إن البايع هو الحائز فعلا. وخامس حاجة، بعد كتابة العقد واستلامك للشقة لازم على قد ما تقدر إنك تقعد فيها أو تبدأ فيها تشطيب. اما سادس حاجه واخر حاجه، مهما حصل اوعى تمضي على اي ايصالات امنه، لان اكتر الحالات بيختفي البيع وبيظهر شخص تاني معاه الايصالات والتوكيل، وبيظهر شخص تاني يطلب منك الفلوس بوصلات الامانه اللي انت دفعتها قبل كده. وبكده مشاهدينا اكون وضحت لكم كل الحالات اللي بيكون في عمليات شراء الوحدات السكنيه، وازاي تحمي نفسك من انك تشتري وحده مش مملوكه لبيعها، وكل طرق الشراء. وإن شاء الله الأسبوع الجاي مشاهدينا هشرح لكم مراحل كتابة العقود علشان الشقة اللي انت اشتريتها إزاي تبقى بعقد رسمي موثق ملكك انت قانونا. ودلوقتي تعالوا معانا هنروح نشوف الأخبار العقارية الأسبوع ده ونرجع لكم تاني. الوزراء ينفي بناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة. نفى مجلس الوزراء كل اللي تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إن هيتبني أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية والأسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، واللي بيقال إن ارتفاعها هيصل لسبع أمتار. وقالت شركة العاصمة الإدارية إنه لا صحة على الإطلاق لبناء أي أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية أو الأسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، فالعاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول، ومفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة شرائح المجتمع دون أي حواجز أو أسوار. العاصمة الإدارية الجديدة بيتم إنشائها على مساحة 170 ألف فدان، ومن الصعب إنشاء سور يحيط بهذه المساحة الضخمة، لكن الأسوار الداخلية فقط بتكون حول محطات الكهرباء أو المياه أو الجهات السيادية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. سحب 24 قطعة أرض سكنية في 6 أكتوبر لعدم الجدية. نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر 24 قرار لسحب واسترداد قطع أراضي سكنية لعدم ثبوت جدية الغرض من التخصيص بعدة مناطق بالمدينة. وقال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إن الجهاز قبل كده منح أكتر من مهلة لأصحاب قطع الأراضي دي ولم يستجيبوا ولم ينفذوا الغرض من التخصيص، علشان كده قامت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس يسري محمد طاهر بتنفيذ قرارات السحب للأراضي. المجتمعات العمرانية تعرض 32 قطعة أرض للمستثمرين وتتوقع حصيلة 13 مليار جنيه. عرضت هيئة المجتمعات العمرانية
32 قطعة أرض على المستثمرين في 10 مدن جديدة بنظام التخصيص الفوري بحصيلة مستهدفة 13 مليار جنيه، والأراضي المطروحة دي بغرض النشاط التجاري والإداري والاجتماعي والصناعي والخدمات الطبية، ده بالإضافة إلى 5 قطع بنشاط عمراني متكامل، وإن أعلى سعر لأراضي النشاط العمراني المتكامل بلغ 6475 جنيه للمتر المربع في مدينة 6 أكتوبر، وسعر المتر التجاري في مدينة الشيخ زايد 31300 جنيه، والأراضي دي موزعة على 6 قطع في مدينة الشيخ زايد، 3 قطع في امتداد مدينة الشيخ زايد، 3 قطع بالعاصمة الإدارية، 3 قطع بمدينة 6 أكتوبر، وقطعة بحدائق أكتوبر، 8 قطع في النوبارية، 4 قطع في الشروق، 4 قطع في العبور وغرب إنا والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة. وزير الإسكان 65 مليار جنيه استثمارات بمشروعات الإسكان والمياه بمحافظات الصعيد منذ 2014. صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن إجمالي الاستثمارات اللي أنفقتها الوزارة في تنفيذ المشروعات المختلفة من إسكان ومياه شرب وصرف صحي بمحافظات الصعيد من سنة 2014 وحتى الآن بمبلغ 65.6 مليار جنيه من أجل تنمية محافظات الصعيد والنهوض بها وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالصعيد وإتاحة الفرص الاستثمارية في مجالات كتيرة. وأكد وزير الإسكان أن الدولة تولي اهتمام كبير بتنمية محافظات الصعيد بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وقال وزير الإسكان أنه بيجري حالياً تنفيذ 9 مدن جديدة بالصعيد ضمن مدن الجيل الرابع. وبكده تكون أخبارنا العقارية معاكم خلصت. أخبار الأسبوع، تعالوا بقى معانا نروح نشوف البورصة العقارية خلال الأسبوع اللي فات ونرجع لكم تاني. مشاهدينا تكون البورصة العقارية خلصت وتقدروا تتابعوا أخبارنا زي ما احنا عودناكم. العقارية والبورصة العقارية وأي استفسار في مجال العقارات هتلاقوا متخصصين بيردوا عليكم في الحال على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي اللي ظهر قدامكم على الشاشة. تعالوا معانا بقى دلوقتي نروح نشوفوا بكرة أحلى ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. مطارات جديدة لخدمة مصر الحديثة. تولي الدولة المصرية أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة. تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، مطار البردويل الدولي المليز، ومطار سفنكس الدولي، وجاري تنفيذ مطارات برنيس وراس صدر. كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حالياً مثل مطار القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، مرسى علم، مرسى مطروح، وبرج العرب. وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفضل في إنهاء بناء تلك المطارات ورفع كفاءة وتطوير باقي المطارات بالتعاون مع الشركات الوطنية في وقت قياسي للغاية، مما ساهم في التسريع من عملية تشغيل تلك المطارات لخدمة التنمية المختلفة في مصر. وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالمي مع اشتراك مصر للطيران في تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوي المصري باستخدام أحدث تقنية في مجال الملاحة وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات. كما تم تعزيز المنظومة الأمنية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ. بعد الفاصل، مشروع زها بارك من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
الأستاذ سامح عواد مدير القطاع التجاري بشركة هوم تاون للتطوير العقاري، يمتلك خبرة 19 عام بالمجال العقاري جعلت منه خبيراً واستشارياً عقارياً متميزاً، يتميز بتاريخه في عدد من الشركات اللي قدم فيها حلول متميزة لإدارة الأزمات ووضع خطط بيعية تختلف عن السوق العقاري. النهاردة احنا نزلنا زيارة في العاصمة الإدارية الجديدة علشان نشوف مشروع زها بارك، هنتكلم عنه بالتفصيل وهنعرف عنه كل حاجة. معايا ومعاكم النهاردة أستاذ سامح عواد المدير القطاع التجاري لشركة هوم تاون، برحب بيه جدا. يعني أنا مبسوطة جدا في جولتي معاكم النهاردة بزها. خلينا نتكلم شوية معاك عن المشروع وتدينا تفاصيل. أولاً احنا سعداء بوجود حضرتك معانا هنا في المشروع. طيب كلمني كده وقول لي احنا مول زها بارك هيكون عامل ازاي؟ يعني الناس اللي ما سمعتش عنه، انا حابه معاك النهارده من العاصمه الاداريه الجديده تدي تفاصيل، تقول لي كام دور، هيبقى على مساحه ايه مساحته، خلينا نتكلم ونتناقش كده بالتفصيل. بالنسبه لمول زها بارك حضرتك بتتكلمي، الارض عباره عن 7200 متر مربع. المول عبارة عن أرضي وتسع أدوار متكررة، أرضي ودورين ده تجاري كوميرشال، وثلاث أدوار ميديكال، وأربع أدوار إداري أو أدمينستريتيف. حلو قوي. إحنا بنتكلم في مول زها بارك، يمكن من المولات المتميزة قوي بناء على إن العاصمة الإدارية كلها يعني ما ينفعش يطلع فيها بروجكت يكون خدماته قليلة أو كده، فحبينا إن إحنا في مول زها بارك نطلعه من أفضل المولات الموجود في المنطقة، بل بالعكس هيكون من أفضل المولات الموجودة في العاصمة الإدارية كلها إن شاء الله. قولي إيه المميزات اللي إحنا موجودة في زها بارك عن أي مول تجاري هيبقى موجود النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ بصي حضرتك، إحنا في مول زها بارك حبينا نعمل أساسيات المولات أو الأساسيات الموجودة في أي مول، حبينا نعملها هنا بس بمستوى أعلى. بمعنى إيه؟ حضرتك في أكتر من مول بيكون متواجد جنب بعضه، بيكون في أساسيات زي أساسيات التشغيل، زي أساسيات الأمن، زي أساسيات كذا، زي البناء، الخرسانة، الطبي، الكلام ده حبينا نعمله زي ما هو، بل بالعكس بقى نضيف ليه حتة زيادة عشان تبقى الأساسيات مضاف ليها جزء جديد يخدم على الكلاينت. يعني مثلا في الإداري احنا جينا عملنا الأدوار الإداري ديت او الأربع أدوار الإداري، وعملنا في الروف منطقة كده للموظفين اللي هيكونوا موجودين في الشركات بجزء كافيهات بريستورانز بكده عشان وقت البريك نخدم عليه. في الميديكال في الطبي في جزء يعني سيتنج اريا كده او جزء استراحه لبعض العيادات اللي هتكون صغيره او لخدمات العيادات دي. فالاساسيات احنا عاملينها بمستوى عالي، وحبينا ننفرد بقى ببعض الخدمات اللي مش موجوده في مولات حوالينا على الاقل. فعملنا اول سوليد بولينج AMF، وده من انواع البولينج اللي بيلعب بولينج عارف. عملنا اول بحيره صناعيه موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، بحيره رمليه مش بحيره صناعيه عاديه بامواج او كده، هي بحيره رمليه. وعملنا المنطقه اللي حواليها كلها كافيهات وريستورانز وبوثين. ده تحت ولا في الروف؟ لا ده دي في الاوت اريا اللي حوالين بر. بالظبط كده، اللي حوالين المول. عملنا فيه كيدز اريا، عملنا الفود كورت، عملنا الاساسيات دي زي ما بقول لحضرتك بخدمات اعلى، لان من اهم الحاجات اللي بتميز مول عن التاني هي التشغيل بتاع المول ده وازاي. يعني بمعنى ايه؟ بتلاقي حضرتك كومباوند وجنبه كومباوند تاني، او مول وجنبه مول تاني، ده مشهور قوي وكل الناس بتروحه بالفعل. والمول دوت لا التشغيل فيه قليل، فتبصي تلاقي المحلات نفسها او البراندات مش راضيه تفتح فيه. عشان كده كان عندنا التشغيل اهم بمراحل من مراحل البناء العاديه. طيب انا دكتور النهارده او ايا كان العميل وجايه عايزه استثمر هنا، هستثمر في مشروع زها، ايه اللي هيخليني اتجه للمشروع؟ يعني ايه اللي هيلفت نظري؟ ايه الميزه او المميزات اللي انت هتقدمها لي كعميل؟ طيب بصي، خليني أتكلم في نقطة هي بتهم انتباه كل كلاينت جاي يستثمر أيا كان، إذا كان هو دكتور أو هو انفستور عادي أو هو صاحب براند وعايز يستثمر معانا أو كده.
في ثلاث نقط بيكونوا مهمين جدا بالنسبه للعميل ده. اول نقطه وبالنسبه لي دي اهم نقطه واللي لازم يركز فيها، اسم الشركه او البراند نيم اللي رايح ياخد منه. اسم الشركه ده بيفرق معاه من A to Z، وبيفرق اذا كان الشركه دي هتسلم المشروع وهتسلمه بنفس الديزاين ونفس الكفاءة ولا هتسلمه أزيد. بمعنى إيه؟ إن في ناس ما بتسلمش للأسف المشروع في مواعيده أو بتسلمه بشكل مختلف عن الشكل اللي هم عارضين بيه، وفي ناس بتسلمه بالشكل اللي هم عارضين بيه، وفي ناس ودول هوم تاون بتسلمه بشكل افضل من العارض بيه. لان احنا في الاخر احنا طريقه عرضنا بتكون عن طريق الماكت، عن طريق البروشور، عن طريق حاجات كلها يعني اوفست او كده. الكلام ده ما بتقدريش تبيني خدمات فيه، ما بتقدريش تبيني سكيورتي بيتعامل ازاي، بيخلي باله من المول ازاي، ما تقدريش تبيني مدى نظافة المكان والأمور دي ماشية زي، ما تقدريش تبيني التشغيل والتزامك بالمواعيد عاملة زي، ما تقدريش تبيني جمال الماتيريال دي. هو في الآخر باين على بروشور حجم كده أو ماكت حتى لو متر اتنين. بس أنا هقدر أبينها إن شاء الله من خلال البرنامج بعد أكيد ما تخلص أكيد المشروع. إن شاء الله هتكوني حضرتك معنا. الجزء الثاني والأهم بالنسبة لي، يعني الجزء الأولاني البراند نيم، الجزء الثاني والأهم اللوكيشن بتاع البروجكت. المشروع بتاعنا زها بارك على محور الامل زي ما حضرتك عارفه. محور الامل ما بين الار 2 والار 3 اكبر منطقتين سكنيتين موجودين في العاصمه الاداريه، واول منطقتين سكنيتين موجودين بالفعل. اللوكيشن ده طالما انا رجل صاحب محل او صاحب عياده او صاحب مكتب اداري، انا اكتر حاجه بتهمني ان المكان ده يكون معروف لكل الناس ويكون سهل الوصول اليه، وفي نفس الوقت حتى لو انا الاشخاص مش عارفيني هيبداوا يتعرفوا عليا عشان المكان مشهور، الكل معدي عليه. فدي النقطه الثانيه المهمه جدا، اللوكيشن. فاحنا موجودين في افضل لوكيشن في العاصمه الاداريه، دقايق ما بيننا وما بين اطول برج في افريقيا، دقايق ما بيننا وما بين الجرين ريفر، ما بين النهر الاخضر، دقايق ما بيننا وما بين شارع بن زايد الجنوبي. الخدمات كلها حوالينا. النقطة الثالثة والمهمة جدا برضو بالنسبة للكلاينت، الأسعار والسعر ده بالنسبة لي يسمح بالاستثمار ولا لا، والبيمنت بلان او الانستولمنت بتاعتي التقسيط بيكون على قد ايه. طب ما تقول لي التقسيط على قد ايه؟ احنا عاملين ثلاث عروض لفترة بسيطة يعني كده. عاملين عرض 0% والتقسيط على 8 سنوات، وعاملين عرض 5% والتقسيط على 10 سنوات، وعاملين عرض 10% والتقسيط على 12 سنة. وفي يعني اوفر في اوفر عشان البرنامج، صح؟ في اوفر جديد عايز اقول لك ان ده حصري اكسكلوسيف ليكي، لسه ما نزلناش بيه لحد يعني دلوقتي. عشان البرنامج يعني اللي هيدخل على البيدج نفسه مش هيلاقيه اوفر. اللي مش هيروح الشركه ومش هيلاقي الاوفر لمستر سامح هيقوله يكلمني على طول. ان شاء الله احنا معاكي في اي حاجه. الاوفر اسمه 2020، تتعاقد الكلاينت هيتعاقد ويدفع 20% وهياخد ديسكاونت 20% واول شركه تعمله في مصر كلها. الله، حلو جدا حلو جدا. يا جماعه لو حد راح الشركه زي ما قلنا كده ان شاء الله وما لقاش الاوفر يرجع يكلمني او يبعت للبرنامج، واحنا هنشوف الموضوع ونتابع معاكم. كل الناس واحنا تحت امرهم ان شاء الله لاي بروجكت موجود ان شاء الله. ربنا يوفقكم. بشكرك جدا على الزياره الجميله اللي انتوا استضفتوني فيها دي، وان شاء الله نتابع معاكم المشروع. سعداء بوجود حضرتك. ميرسي. أستاذ ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، بدأ أعماله من أكثر من 20 عام بمجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج في مصر، قبل ما يبدأ نشاطه في المجال العقاري منذ سنوات بمشاريع متميزة في القاهرة الجديدة. بيؤمن وبيشجع تشغيل وإدارة شركاته وأعماله من خلال الشباب المتميز في كل قطاع. اهتم بالمصداقية كأساس لشركته ليسلم عدة مشاريع قبل موعدها وبنفس مواصفات التعاقد.
وبكمل معاكم من زيارتنا في مشروع زهف العاصمة الإدارية الجديدة، ومعايا ومعاكم المهندس ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون. برحب بيك جدا. أهلا وسهلا بيكي، ازيك يا رانيا؟ وأنا برحب بيكي وأسرة برنامج اختار صح جميعا، وبشكرهم على الزيارة اللي شرفونا النهاردة بزيارتهم لنا في موقع العمل بالمشروع. بشكرك، ربنا يخليك. مشروع زهف بارك، يعني احنا سامعين طبعا مشروع كبير جدا، مول تجاري وإداري وطبي، فخليني مع حضرتك كده ايه، او بلاش نتكلم احنا عن المشروع اكتر، انا حابه، انا نقلت اوريدي جولتي، انا حابه اتكلم مع حضرتك على هوم تاون. قول لي، اديني ادي نبذه عن شركه هوم تاون. اولا قبل ما اتكلم عن شركه هوم تاون، كنت حابب اضيف نقطه صغيره بس بالنسبه للمشروع وبالنسبه لمنطقه الام يو بالكامل. منطقة الام يو في العاصمة الإدارية ومحور الأمل، الكل لما بيتكلم عليها في الماركتينج في التسويق بيتكلم على ما بين R2 و R3. أنا شايف لا، هي أكبر من كده. منطقة المال والأعمال اللي هي ام يو 23 ومحور الأمل دي مركز المدينة. النهاردة هي ملتقى المدينة العاصمة الإدارية، أي حد من مدينة تانية أو من محافظة تانية أو من القاهرة أو من الجيزة حابب ينزل يزور العاصمة، هي الداون تاون بتاع العاصمة الإدارية، منطقة الام يو، لما تحتويه بالذات من مولات تجارية وأماكن ترفيهية وكل الفاسيلتيز موجودة في الام يو. طيب خليني مع حضرتك نسمع نبذة عن شركة هوم تاون. شركة هوم تاون، أنا أديكي فكرة عن الرؤية أو الفيجن بتاعة الشركة. الشركة بتقوم على رؤية أو الفيجن بتاعها العميل. العميل أساس كل شيء وهو شريك النجاح في الشركة. طبعا. احنا بنحب نطمن أي عميل دخل شركة هوم تاون أو مضى عقد في هوم تاون إن شاء الله يعني هيفوق توقع حسن ظنه. دي الرؤية بتاعت الشركة اللي بتهدف ليها. الهم حاجة في العمل المصداقية مع العميل، لأن محور عملنا ومكسبنا مش إن أنا أبيع مول وأكسب منه، لا، أنا مكسبي هو العميل. لان هو ده يعني سابقه اعمالي. لما انا اعمل مشروع والعميل يستفيد منه وينجح، طبعا هيتابع شغلنا كله، فهي دي الرؤيه أكيد. بتاعتنا العميل نفسه هنبدا ان احنا نستفيد ان العميل يبقى معانا في المشاريع اللي جايه. فالتالي فاحنا اساس الرؤيه بتاعت الشركه الاهتمام بالعميل والمصداقيه في العمل مع. طب ازاي بتتابع مع العميل؟ يعني كشركه هوم تاون بتتابع العميل اللي النهارده تعاقد معايا مثلا وبيشتري مني في مشروع زهف بارك، ببدا ان انا اديله ابديتس ازاي؟ ببدا ان انا اوريله ازاي انا بعمل ايه في المشروع؟ احنا عندنا اداره كامله في الشركه اسمها اداره خدمه العملاء. حلو. دي بتتواصل مع العملاء في جميع مراحل انشاء المشروع. والشركه برضو لقدام شويه لما نبدا انشاءات هترحب باراء وافكار كل المتعاقدين في الشركه في مشروع زها بارك. لو اي حد له رؤيه له فكره في المشروع، لان المشروع ده بتاعنا كلنا، احنا الشركه بتعتبر ان اي واحد مضى عقد في الشركه في مشروع زها شريك في الشركه. هوم تاون بتخطط لمشاريع جايه تاني الفتره الجايه؟ طبعا في مفاجآت كتير الفتره الجايه. ما احنا عايزين نعرف المفاجآت دي حصل. ما هو ما ينفعش لو قلناها ما يبقاش مفاجآت. خليها لوقتها قريب ان شاء الله. بتفكر تستثمر تاني في العاصمه الاداريه الجديده ولا بتتوجه لمنطقه اخرى؟ في العاصمه وخارج العاصمه ان شاء الله. الفتره الجايه عندنا كذا حاجه بامر الله قريب هنعلن عنهم ويكون عن طريق برضه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا. العفو يا فندم، نورت. بعد الفاصل، المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت. مشاريع بيتا ايجيبت، حبينا ان احنا ننزل جوله مع المهندس علاء فكري رئيس مجلس اداره شركه بيتا ايجيبت ونشوف مشاريعها. برحب بحضرتك جدا. اهلا بيك.
اولا انا عايزه اشكر حضرتك النهارده على تواجدنا معاك هنا النهارده واستضافتك لينا في المشاريع، وخلينا نتكلم معاك كده وتقول لي نبذه عن مشاريعنا وعن بيتا ايفن. احنا عندنا في اكتوبر هنا ثلاثة كومباوندز، بيتا جاردنز وجولف ريزيدنس وبيتا جرينز. الثلاثة خلصانين بالكامل، الثلاثة متسلمين بالخدمات، بالنادي، بالمول، بالجامع، بالحضانة، بمركز طبي، بكل حاجة. المشاريع الثلاثة مقدمين ثلاث مستويات مختلفة من الـ من الـ من السكن. من حيث المساحات اولا، عندي بيتا جاردنز كان مشروع اسكان قومي 1000 وحده سكنيه. احنا اتفرجنا، انا خدت جوله اوريدي واتفرجت على المشروع بصراحه. انا شخصيا عجبني جدا من مشاريع الاسكان الاجتماعي النظيفه، يعني خليني اقول اللفظ ده، النظيفه فعلا. هو ده هدف الحقيقه، ان انا ببني وحده اسكان قومي او اسكان اجتماعي انا احب اسكن فيها. صح. ما كنتش انا هارد اسكن فيها، فبالتالي دي بتبقى بالنسبه لي يعني عدم نجاح. ده حقيقي. فالاهتمام بالمداخل، الاهتمام بالاسانسيرات، بالابواب، بالتفاصيل الصغيره، بالباركينج، كل الخدمات اللي ممكن العميل يحتاجها، وده جوه الكومباوند. والخدمات الاخرى كمان، من نادي لمول لجامع، يمكن في وقت من الاوقات كان لسه المواصلات ما اتحركتش هنا، كنا موفرين اتوبيس لمساعده السكان ان هم يروحوا يعني اماكن العمل. فده أول مشروع، ده كان مساحة صغيرة، مساحة شبابية اللي هي كانت 80 متر. المشروع اللي بعد كده انتقلنا لمساحات أكبر شوية، اللي هي 120 متر، 160 متر، 150 متر. كان في تنوع شوية في المساحة، اللي هو جولف ريزيدنس اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. الجولف رغم ان المساحات ما بنقولش ان هي مساحات كبيرة أو فيلات، ولكن الفخامة واللاندسكيب ومعالجة المعالجة المعمارية للواجهات زي ما حضرتك شايفة وزي ما الكاميرا بتجيب، لا المكان هنا لا يقل عن أي قرية سياحية أو أي مكان متميز فيه. أنا جيت قلت أنا حاسة أنا في الساحل. احنا ده الهدف. أنا عايز وانا مقيم هنا بعد ما بخلص شغلي وبرجع اخر النهار برتاح نفسي، بحس ان انا مرتاح في بيتي، مستمتع بوجودي جوه المكان. المشروع الثالث كان بيتا جرينز. بيتا جرينز فيه 840 وحده سكنيه، وهنا المساحات اختلفت شويه. بدانا ب 140 متر، 180 متر، 205 متر، والتنوع ده مع المعالجه المعماريه في بيتا جرينز زي برضو ما هنشوف الواجهات كلها مودرن، المعالجه مختلفه خالص. فبقى عندي ثلاث انماط وثلاث مساحات وثلاث مجتمعات بيتكاملوا كل واحد في منطقه غير الثاني. هو كل مشروع مختلف في الديزاين عن المشروع الثاني تماما. يعني حضرتك بالديزاينز المختلفه دي بتارجت انك انت تاخد العميل توديه الحاجه اللي هتريحه. انا عندي كل اشكال، عندي مودرن، عندي كلاسيك. لا، هما جم في فترات مختلفه ولكن المشروع القومي ده احنا حسينا ان ده واجب علينا. طبعا هو مشروع كان يعني جزء من سياسه الدوله وقت ما بدانا فيه واهتمينا بيه، ولكن حسينا المسؤوليه عندنا ان احنا ازاي نقدمه بشكل مختلف غير الوحده السكنيه اللي الدوله بتعملها او للمواطن بياخدها من وزاره الاسكان اللي هي بتبقى طب ايه المميزات اللي بتختلف عن الوحدات السكنيه الاخرى في المشروع القومي؟ يعني المشروع اهم حاجه التفاصيل، التفاصيل والاهتمام بالتنفيذ، الاهتمام باللاندسكيب، الاهتمام بما بعد البيع. والحقيقه دي الفريضه الغائبه في معظم المشاريع العقاريه النهارده. المشاريع بتبقى في الماكيت حلوه قوي، برسبكتيف حلوه قوي، اوف بلان حلوه قوي، بس ما فيش تنفيذ. لغايه لما نوصل للاستلام، استلمت مشروعي، بعد الاستلام بتبدا احتياجي الحقيقي لوجود اداره. فدي النقطه اللي احنا مهتمين بيها، نلاقي شركه مخصوص، شركه متخصصه في اداره المشروعات بعد البيع. لان انا كمشتري انا دوري ان انا اسكن وادفع، لكن ماليش دعوه الميه والغاز والكهرباء والاعطال والتصليح والجناين والقص وفلوس الصيانه ومين دفع ومين ما دفع. كل الهاسل دي انا
يعني كمشتري ده مش شغلي. صح. انا شغلي ان انا امتلكت مكان وفي جهة انا بتكلم معاها بشتكي فيها بسدد فيها، وده اللي احنا عملناه. بتسمع شكوتي مسؤولة. بتنفذها بالظبط كده. تمام بالظبط كده. طيب خليني اعرف من حضرتك كده او نتكلم شويه، هل في عوائق مشاكل بتقابل بيتا ايجيبت في سوق العقارات عموما؟ انا يعني عاده ما بنستخدمش في الشركه كلمه مشاكل، عندنا تحديات دايما، والتحديات بنقدر ان احنا نتغلب عليها ونحلها زي كل الشركات اللي موجوده. في وقت بيبقى كان تحدي مثلا كان في ازمه حديد، في وقت تاني كان في ازمه اسمنت، في وقت ثالث في مشكله في توصيل مرافق بطريقه او باخرى، فالتحديات بتتنوع، ولكن الحمد لله بنقدر ان احنا يعني نركز عليها ونبذل مجهود ونحلها ونطلع من مرحله لمرحله ومن تحدي لتحدي. طب ما تيجي نبتدي نبذه عن المشروع، يعني نفس بيتا جرينز، نفس الديزاين، نفس المساحات؟ لا لا لا، ملوش علاقه خالص. هناك عندنا فيلات، عندنا مجموعه وحدات سكنيه، العدد مش كبير برضو، احنا بنتكلم في حدود 750 وحده ما بين الفيلات والوحدات السكنيه. عندي نادي مميز جدا، عندي منطقه تجاريه، عندي لاندسكيب مميز، المكان هناك مختلف في كل حاجه عن الثلاث مشاريع اللي هنا. طيب تعالى نتكلم معلش مع بعض كده، لو انا النهارده عميل وجايه لحضرتك الشركه بيتا ايجيبت، ايه اللي هيخليني اشتري في مشروع بيتا ايجيبت؟ ايه الحاجه اللي انا هشوفها كعميل مميزه جدا تخليني اختار المشروع ده من الشركه دي؟ هقول لك، عندنا 60% من العملاء اللي بتشتري هي بتشتري على السمعه وعلى سابقه علاقه مع الشركه. حضرتك عارف ان دلوقتي في شركات مطورين كتير جدا ومشاريع كتير. فانا كعميل عايز اضمن، يعني انا النهارده بنزل انقل للعميل، اضمن الثقه، اضمن المميزات. الضمان هو ديفلوبر نفسه، فطول ما في ديفلوبر احنا واثقين فيه بنقدر ان احنا ناخد الشغل اللي احنا عايزينه، لان الحقيقه مهما عملنا عقود ومهما عملنا يعني كلام مكتوب، الاهم هو الالتزام اللي جوه الشركه نفسها كشركه مطوره. هي شركه ملتزمه ولا لا؟ ازاي بتتابعوا مع العميل بعد ما يشتري من عندك النهارده في المشروع؟ بيقدر يتابع وحدته ازاي لو هو ما استلمهاش النهارده مثلا؟ يعني احنا مثلا في نيو كايرو احنا عاملين زياره شهريه للموقع، بنجهز اتوبيس سياحي ونستضيف العملاء، وبيبقى فان داي، وحتى الولاد الصغيرين بيجوا بيلبس الخوذه بتاعه الموقع والسيفتي، وبننزل مع بعض وبنتصور وبنشوف مراحل التنفيذ شكلها ايه. اونلاين على الفيسبوك احنا في جروب خاص بالمشروع، بيحصل ابديتس على طول الحاجات اللي بتحصل. في اي نيوز بتتبعت باي ميل، دايما شايف ايه اللي بيحصل. الشفافيه والتواصل ده بيريح العميل، بيلطف العلاقه وبيخلي الامور واضحه يعني. طيب هنا في المشروع احنا شايفين ناس كمان في البلكونات، يعني الناس ساكنه. حضرتك قولي في كام وحده ناقصه بس يعني للبيع؟ هو تقريبا المشروع خلصان بالكامل. هو مشروع 500 وحده سكنيه، هو يعتبر مباع بالكامل، الغير مباع لا يتعدوا وحدتين ثلاثه يعني، ده المتبقي. والمشاريع الاخرى؟ بيتا جاردنز نفس الكلام، الألف وحده يمكن عندي متبقي حوالي يمكن 7 أو 8 وحدات. بيتا جرينز من 840 وحده، المتبقي حوالي 80 وحده او 70 وحده. والشركه بتلونش المشروع الجديد، مشروع التجمع بيتا جرينز. احنا بدانا من اكتر من اول 2018. من اول 2018. والتسليم نعيدها تاني اخر 2020 باذن الله. ان شاء الله. طيب لو انا موجوده معاك النهارده من برنامج اختار صح، يعني انا عايزه اعرف من حضرتك ايه اللي انتوا ناويين تنفذوه او تطوروا بيه الشركه الفتره الجايه؟ احنا يعني بتستهدف ايه؟ احنا عندنا مخطط استراتيجي للفترات المستقبليه. المخطط بتاعنا اتحدث في يناير 2019، كان جزء مهم قوي فيه ان احنا الفترات اللي فاتت كان تركيزنا كبير على السكني. الفتره اللي جايه احنا بنقلل استثماراتنا في السكني وبنروح اكتر للتجاري والاداري والطبي، اللي هي القطاعات الاخرى اللي ما كانتش واخده اهتمام زي السكني. يعني حضرتك شايف ان القطاع التجاري والمشاريع التجاريه دلوقتي لما احنا نتجه ليها، هي ليها اهميه اكتر للعميل اكتر من السكني في الاستثمار عموما؟
هو احنا عندنا في مصر 50% من اللي بيشتروا معانا بيشتروا بغرض الاستثمار. فاذا كان العائد اللي بياخده من وحده سكنيه مجزي هيروح للسكني، اذا كان العائد ياخده من التجاري مجزي هيروح للتجاري، وهكذا التخصصات المختلفه. ف يعني اعتقد ان ده منتج بيبقى يلاقي قبول ويفتح شهية المستثمر ان يحط فيه فلوس يعني. طب خلينا اتناقش مع حضرتك كده ونتكلم شويه، يعني ايه اللي انت شايف كاونر شركه، ايه اللي بيهم المواطن في الشراء عموما؟ هو في جانب اجتماعي مهم قوي في عمليه السوق العقاري وتاثيره على المجتمع عموما. يعني احنا من زمان متفقين ان طول ما احنا بنعمل مجتمعات جميله ومبهجه هيتنتج لنا مواطن صحي وما عندوش عقد، ما عندوش مشاكل، عينيه بتشوف جمال، فبالتالي بيتعامل مع الناس بحب وبجمال، غير لما بيبقى قاعد في مكان قبيح فبالتالي هو بيخرج منه مشحون وستريس ويصب غضبه ده في التعامل مع الناس. ده جزء مؤكد ومعروف من زمان. الجزء الثاني الحقيقه المهم هو علاقه المجتمع بالعقار. احنا النهارده العقار بقى جزء من مشاكلنا الاجتماعيه، بيعطل جوازات، بيعطل مشاكل اسريه، مشاكل بتقف على العقد، على عقد الشقه، على عقد شقه، وده بيحصل عندنا. بتلاقي اهل العريس واهل العروسه واحنا مش هنجوز بنتنا الا لما نشوف عقد الشقه ونشوف التعاقد. فالحقيقه يعني طب احنا نقدر نحل مشكله زي دي ازاي؟ دي مشكله اجتماعيه مهمه جدا مربوطه بالعقار، بسوق العقار. دي ثقافه يعني مجتمع، يعني طبعا ممكن نقول افكار وجهات نظر، لكن قد يراها البعض حلول وبعض الاخر ممكن يلاقي حلول تانية احسن من اللي احنا هنقولها. يعني مش الاصل في العلاقه مع العقار كعلاقه اجتماعيه ان لو البلد فيها 100 مليون ال 100 مليون يمتلكوا عقارات. الاصل ان انا النهارده كخريج جديد او كعريس جديد اقدر ان انا اجر شقه واتجوز واعيش فيها. العائق هنا هم الاهل. صح. فايه المشكله؟ يعني العالم كله بيعيش بنفس الفكر. وفي الحاله دي برضو اللي امتلك وحده سكنيه هيقدر ياجر للكابل النهارده لسه متجوز يقدر يبدا. فانا كده لخصت المشكله او بسطت البدايه اسره جديده في 5000 جنيه. هم بيبقوا خايفين من الطلاق ومين ما خدش حقه. الحقيقه ما الحسابات دي باسم مين؟ الحسابات دي انا ضدها خالص. وفي الاخر يعني هي نسبه الطلاق اوريدي كبيره في مصر، نسبه كبيره دلوقتي. والماديات مش هتامن والشقق مش هتامن، مفيش حاجه هتامن خالص. هو اللي هيأمن ان يحصل موده والفه ومحبه بين الناس وتخاف على بعض. فالعقارات بلاش نستخدمها كسلاح اجتماعي. عايزين نفتح الشقق المقفوله ونجوز الناس اللي ما اتجوزتش ونشوف مجتمع صحي عايش بشكل طبيعي زي زمان. احنا زمان ما كانش فيه ظاهره امتلاك الدوله كلها للشقق. لا، كان في بيمتلك والمالك ده بيأجر لآخرين يقدر يسكن. حضرتك شايف ان الدولة المفروض يبقى ليها دور كبير قوي في الجزء الاجتماعي ده وتأثيرها، يعني يكون ليها تأثير على الناس؟ لا، الحقيقة مش دور دولة، هو دي ثقافة مجتمع. قد يكون الفن، السينما، يعني الرواد اللي في المكتب، ان هم يغيروا تفكير المجتمع ده ونبسط الحياه على بعض. بلاش نصعبها، الحياه صعبه بشكل طبيعي، فبلاش ان احنا نخلق مشاكل. وخصوصا ان يعني اكثر من 70% من الشعب المصري شباب صغير. فالشباب الصغير ده احنا عايزينه يحب ويتجوز ويعيش ويكبر، وان شاء الله ربنا يوسعها عليه ويقدر ينقل شقه اكبر. انا شباب صغير اهو موجوده، الناس كلها فاكره ان انا عندي واحده في كل مشروع، بس صدقوني انا لسه ما امتلكش واحده. انت بتنكري بقى ولا ايه؟ لا لا. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك جدا وان شاء الله نقابلك تاني في مشروع التجمع. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بيك. اهلا بيك. شكرا. كنا موجودين معاكم في مشروعات بيتا ايجيبت. ان شاء الله هنروح مشروع تاني جديد في حلقه تانيه جديده. بعد الفاصل، عقار شو، الحدث العقاري الأول في مصر والوطن العربي في موسمه الثاني.
معرض عقار شرو معرض مختلف، معرض فيه شفافية واضحة، ما حدش هينفع يعمل أفر مخبيه في الدرة، كل حاجة قصاد الناس، كل واحد فينا بيبين قوته الحقيقية، وأعتقد إن هو من أنجح المعرض السنة دي. النهاردة محققين فوق 40 ولسه اليوم ما خلصش، وإن شاء الله خير. هو السوق محتاج الأسماء الكبيرة، عشان أعتقد إن وقت ده وقت إن إحنا نزود سنة في حتة المصداقية ما بيننا وما بين العملاء، وإن شاء الله يبقى فيه نجاحات أكتر وأكتر إن شاء الله. إحنا النهاردة موجودين في عقار شو بشركتين بتاعتنا، شركة العتال هولدنج بفارك لين، المشروع اللي موجود في العاصمة الإدارية هو مشروع 26 فدان، عاملينه بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة، مشروع سكني تجاري، ونازلين كمان بالشركة HD اللي هي العتال جلوبال بيلدينج، هي شركة سكيل ديفلوبمنت بيبيع مشاريع، ليها مشاريع كتير في الشروق وفي زايد وفي التجمع الخامس، بقالها حوالي 5 سنين عندها أكتر من 55 مشروع في التجمع الخامس والشروق والشيخ زايد. بص، ما بحبش اتكلم عن المبيعات عشان كله بيطلع يقول لك بعنا ب 70 و 80 مليون، بس لحد دلوقتي الحمد لله حققنا نتيجه كويسه. عندنا حصه لاخر اليوم، احنا لسه الشو الثاني بادئ، او اللي هو الموست امبورتنت اللي فيه ترافيك. الصبح ما كانش فيه ترافيك قوي، لكن دلوقتي ترافيك قويه جدا، فاتوقع ان احنا هنحقق اللي احنا عايزينه، اوريدي التارجت احنا عايزينه اللي احنا قربنا منه. العتال هولدنج كومباني هي حوالي 8 شركات، 4 اساسيين والاربعه الثانيه هي مشاركه في اسهم فيها. هي بتفكر احنا عندنا مشروع هنطرحه في بارك لين جديد ان شاء الله ساحلي، مفاجاه ما حدش يعني المفروض يعرفه، بس يعني من عندكم حصري. واي جي دي برضو ليها نقله كبيره، لان لسه مشاركه كابتن محمد زيدان شارك معانا في كذا مشروع، حوالي اكتر من 20 مشروع في التجمع الخامس كعمارات سيبريت. وعندنا سباتيوم، هي شركة انتيريور ديزاين، شركة الحمد لله بقى لها حوالي 2 سنين، والنهاردة بوزيشن بتاعها حلوة في السوق الحمد لله. وعندنا جسور اللي هي ماتيريالز، بتبيع الماتيريالز كونستراكشن ماتيريالز بتاعت السوق برضو عامة. عقار شو من احسن التجارب اللي انا شايفها تجارب ناجحه جدا، زي ما انت شايفه كده، حتى طريقه عرض المشاريع، حتى طريقه عرض الناس، الاونرز صحاب المشروع، في شو رهيب. الاوفرات كمان اللي نازله النهارده حلوه جدا، يعني ده بيساعدنا احنا كمسوق عقاري ان احنا نشتغل مع المشاريع، حلوه جدا، الاوفرات جميله ساعدتنا، وبجد انا تجربه بسطاني جدا شخصيا، يعني شايف ان هي حاجه حلوه جدا ويا ريت تتكرر تاني. يعني احنا دورنا ان شاء الله ان احنا نلم شويه بالسوق، بالحاجات اللي بتحصل في السوق، بالاوفرات الجديده، وده شيء مهم جدا ان احنا نكون موجودين، ودايما احنا متواجدين في الايفنتات، زي عقار شو، المعارض العقاريه، الحاجات دي جدا بتفيدنا ان احنا بنكون ملمين بالسوق. عقار شو النهارده الاقبال فيه كبير كالعاده، مش متفاجئين طبعا من الاقبال الرائع ده، لان في عقار شو واحد كان تجربتنا ايضا رائعه مع المنظمين، والنهارده الاقبال كويس جدا، بعملاء جودته كويسه جدا، واعتقد اغلب الشركات مقدمه فعلا عروض رائعه للعملاء. اعتقد دي انسب فتره فعلا يشتري فيها العميل، لان احنا قدامه اوفرز كويسه جدا وتنوع في المعروض في مختلف الاماكن والمواقع، واتخيل ان السنه الجايه العروض وتأثيرات السنه دي مش هتكون موجوده، فبالفعل في عروض حقيقيه لكل الحضور النهارده. وفعلا من الاحداث العقاريه الرائعه اللي اتعملت الفتره الاخيره هو حدث عقار شو، والتنافس العلني بين الشركات بحيث كل اللي عنده حاجه يقدمها، وكله يكون علني قدام الجمهور. احنا كنا موجودين في عقار شو واحد في شهر 8 اللي فات، بفضل ربنا حققنا نجاح كبير جدا جدا، يمكن من اكتر واعلى الشركات اللي قدرت تحقق ارقام مبيعات عاليه جدا، مش بس مبيعات، استقبلنا كتير جدا من العملاء،
قدرنا كمان نفيد العملاء بمعلومات تساعدهم ازاي يشتروا في كل في اي شركه او في اي مدينه. النهارده تواجدنا في عقار شو يمكن احنا موجودين من الساعه 10 صباحا، استقبلنا اكتر من 300 عميل بالبوث عندنا، حجم المبيعات ممتاز جدا، راضيين جدا عنه، وان شاء الله الاهرام تفضل محققه وتفضل في نجاح باذن الله. طبعا تواجد بصراحه انا غير كنت متخيل انه احنا لما ننزل مصر ونشوف معرض زي عقار شو ده، تواجد شيء كتير مبهر. فئه الكلاينت اللي موجوده بصراحه اكتر من ممتازه، معظم الناس جايه جاهزه انها تشتري. طبعا احنا بننافس دلوقتي، احنا الراعي الدولي لافيستا بلاتينيوم اعمار، كل الموجودين هنا مطورين مصريين، وما شاء الله احنا تواجدنا من اليوم حققنا مبيعات كتير هائله لحد الان، ولسه طبعا المعرض ما خلصش. وانا سعيد جدا بحضوري في معرض عقار شو، وان شاء الله بنكون دايما في عقار شو 3 و 4 القادمين باذن الله.